الخير. من بلده العراق كانت الانطلاقة لتحقيق أحلام بكل زوايا العالم. هو يلي ما بتحد حدود. إرادته وتصميمه على التميز جعلوا من مسيرته مسيرة ملفتة ومميزة، وإن شاء الله هذا التكريم بيكون حافز لكل الشباب اللبناني والعربي إنه يطمح لأنه يوصل للنجاح. كاسر الأرقام القياسية الكابتن فريد لفتة. فريد لفتة صاحب عدة تسميات وألقاب للنوايا الحسنة والترويج للسلام، وهدفه الأساسي هو دعوة الشباب لأنه يوثقوا بأحلامهم لو قد ما كانت عالية وصعبة، وإنجازاته خير دليل على أنه الإيمان بالأحلام ما بيعرف أي حواجز. Good evening. Behind a great man, there is a greater woman. I'd like to delegate tonight my success to the soul of my mother. Many thanks for my dad, my father, who support all my dreams. And many thanks to Dr. Michel Zahar, to the committee of Biaf, to Beirut. Love you, Lebanon. Thank you.